إن الله يحب المحسنين. امتدادا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية في الأعمال التنموية والخيرية، وسعيا منها إلى رفع مستوى الموثوقية والشفافية في القطاع غير الربحي، جاء إطلاق منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري تعزيزا لقيم العمل الإنساني. لا شك أن العمل الخيري هو من ركائز المجتمع، وهو من الأساس ما يمليه علينا ديننا. العمل الخيري فيه راحة للنفس، وفيه شعور بالمواطنة والتراحم بين أفراد المجتمع. وحرصاً على تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومتكاتف، وإحداث حوكمة فاعلة تضمن تعزيز الشفافية في هذا القطاع، تعمل منصة إحسان على تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها عبر أكثر من 200 فرصة عطاء متنوعة تخدم 100,000 مستفيد. وبإشراف من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، طور القائمون على المشروع الحلول التقنية المتقدمة لصياغة شراكات فاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية عبر تسهيل عملية التبرع للباحثين عن الخير بالتكامل مع بقية المنصات، عبر إتاحة مجالات التبرع داخل المملكة وتحت مظلة واحدة. تتميز منصة إحسان بالسرعة، الأمان، التنوع، الشفافية، الحوكمة، الاستدامة، الشمولية، ما يجعلها منصة شاملة وبدرجة عالية من الموثوقية. مجالات التبرع التي تتيحها منصة إحسان تغطي العديد من جوانب العمل الخيري داخل المملكة وخارجها، وفق ما يريدها من مشاريع وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية، مع توفير خيارات متعددة لتسريع عملية التبرع في المجالات التالية: الصحة، التعليم، الإسكان، الأوقاف، رعاية الأيتام والأرامل والسجناء، وغيرها من المجالات الخيرية والتنموية المختلفة. تقدم منصة إحسان عدداً من الخدمات، من أهمها فرص التبرع، برنامج الهدية، برنامج غراس، برنامج الزكاة، بوابة الشركات، بوابة الخدمات الخيرية، الأجهزة التفاعلية، نقاط التبرعات التجارية، خدمة الاستقطاع، الهدي والأضاحي وغيرها. ومن خلال خدمة المعلومات المفتوحة، تعمل إحسان على تمكين الشركات والجهات غير الربحية لتصل إلى التقارير والإحصائيات والمعلومات اللازمة لتسهيل معرفة الأولويات وحجم الاحتياج على مستوى المناطق والأفراد، كما توفر آلية متطورة ترفع درجة الموثوقية والشفافية والسهولة في جمع التبرعات، وتسهم في تنظيم ونشر ثقافة العمل الخيري والتنموي بأعلى المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.